حميد صاير ذي ليش البارحة دافعت عن الأبطال الشهداء اللي غدرتهم أمريكا بالتاجي، اللي انعلسوا اللي انباعوا من رؤساء الكتل ورؤساء الأحزاب قسمنا برب الكعبة هل هم اللي باعوا. فاسمعني حبيبي، خاف تسمع بي أنا أصيح ذي لوقية ذيول، ترى ما أقصد الحشد، الحشد شرف للي ما عنده شرف. جميع واحد نايم بالساتر ويدافع عني وإلى فضل علي أغمى بأمة تشمت بشهداء بلدها، أغمى عار على أمة تشمت بشهداء بلدها اللي يدافعون عنها بأمانة وفتوى. تدري منو باع ذولة وباع القادة اللي قبلهم؟ تدري منو؟ رؤساء الأحزاب اللي موجودة هسه، رؤساء المحاصصة، زين رؤساء الكتل من المعممين والغيرهم. تدري جاي اسماهم على اساس هم اللي ينكتلون واستسلموا لامريكا وقالوا وظلوا بس يستنكرون كذب وباعوا هاي الابطال. عم هاي الناس ترمي بيكم، احنا ما ندري ولا عندنا علم ونستنكر شلون ضربوا القوات الامريكيه قسما برب الكعبه. تدري الحشد مظلوم؟ قل لي شلون مظلوم؟ حشد ناس جوعانه طلعت بفتوى انطوها رويتب قاعده تعيش بعوائلها. تدري بهاي الانتخابات مال مجالس محافظه وبالحشد لازم يصور هو وعائلته ويوديها بمقطع فيديو رؤساء الكتل والاحزاب انتخبت الفلان الفاسد الفلاني؟ تدري لو ما تدري ما تنتخب يقطع راتب توضر بالشارع تستيز الخبزه. عندك علم لو ما عندك علم؟ عار على امه تشمت بابطالها، عار على امه تشمت بشهدائها. تدري التكت لامريكا اللي يستشهد الشهيد اتخذ رأى امريكا هذا شو مسوي بامريكا؟ ليش ما تكتله بالقاع؟ ليش؟ شلون كتلته؟ قسما برب الكعبه اسماء رؤساء الاحزاب ورؤساء الكتل الذيول واللوقيه والولائيه الغير العراق جاي اسماءهم وقاموا يطلون بهاي الابطال. ذولا اللي استشهدوا بالتاجي وقبلهم اللي استشهدوا بالمطار كلهم مبيوعين بيع والله وحق الحرب بالقرار. فأنا ما أقول على الحشد ذيول، لا الحشد شرف للما عنده شرف وغيره وناموس للما عنده غيره. تحياتنا والله يرحم شهدائنا كل شهداء الحشد وكل شهداء العراق، والله يرحم الأبطال اللي ماتت على ساتر وقمة بقصته كل من يشمت بأمته وعار علي اللي يشمت بشهداء شهداء بلده. الله يرحم شهدائنا والخسة والعار والأنذال للأمريكا والرؤساء الكتل والأحزاب اللي يتقاسمون حصص ملتقين بالمحافظات وعايفين أبطال مجاهدين بيوت ما عندها. تدري هاي اللي استشهدت لو ما تدري قاعدة ببيوت حواسي 100 متر مفلشة، خاف ما عندك علم.